يقل لها وعينا مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مسلم الفاقد نصيرة، أنا مثل حيرتي ما جرت حيرة. وينك أبو يوسف؟ قالت شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت لجنة. أويلي، قالت شربت الماي وياي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت لجنة، شنلك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب ولا جمدة، روح بعجل لهلك قبل ما يظلم الليل، واقف تفكر والدموع بخدك السيل، ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاء، قالها غريب ولا أهل عندي ولادة. أويلي، قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة، عنها ارتحن والدهاير جاير علي، عمي علي ومسلم انا اللي يذكرون، مخذول ومسيت ببلدكم مالي انصى، هل لك ان تضيفيني هذه الليله وساجازيك يوم القيامه عند رسول الله؟ قالت الله اكبر، انت سفير الحسين، الدار دارك، تفضل على الرحب والسعه، كرامه لشرف ومولاك الحسين. ادخلته الى دارها، جاءت له بالطعام ولم يأكل بأبي ونفسي وكان يتنفل في تلك الليلة، قالت له يا مسلم ما لي أراك لم تأكل شيء؟ قال إنها لعلها آخر ساعاتي في هذه الدنيا، وبالفعل ما هي إلا لحظات، وإذا بصوت حوافر الخيول وقعقعت اللجوم، وإذا بجيش جرار يقدمهم الأشعث ابن قيس، لبس مسلم لامة حربه وخرج من الدار ودخل في أوساطهم، خرج من أعراضهم، قلب ميمنتهم ميسرة والميسرة ميمنة، والقلب على الجناحين، ذكرهم ببطولات أمير المؤمنين وهو يرتجز ويقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا لكرا أخاف أن أخدع أو أغرى. قالوا لك الأمان يا مسلم، قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة، وكما يقال أنهم حفروا له حفيرة في وسط الميدان وغطوها بالدغل والتراب وانهزموا من بين يديه، فسقط المولى في تلك الحفيرة، تحاوشوا عليه من كل جانب، هذا يضربه بسيفه
حتى أثخنوه بالجراحات لولا القضاء والحيلة اللي دبره حفره بميدان حفيرة وستره وبيها تقنطر والمحاسن جرحه وصاب ابن الاشعث ويح قلبي بمحجر العين وطوعة تنادي على الصطا احوش هالكسي ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة بن عمك الموثوق طايح في الحفي وقادوه مثل الطير مكسور الجنة صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي في شبيدي واني حرمة وضعيفة وما اقدر احم لو يتركونك كان فيت قلبي ودا كان سلمت من كيدهم سلم على يلا عليكم ها قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلم عودة قالها يا طوع اليوم أوصيت كان بهالبلد طبا ويتا قولي لهم مسلم يبلغكم سلام واجرك على الله والنبي سيد الكون